المحطة الخطيرة. انا الفصيح بالرص سريع لو تيجي هدي عود يا عيال جرابيع. انا الفصيح بالرص سريع لو تيجي هدي عود يا عيال جرابيع. اقول كلام لازم تعينه المعود بايدي بعدله سبع رصي عيني برجله يلا بينا نسجله. هقول تحذير اخر انذار بدا اللعب مع الكبار قصد جبهة وتحير نار هتقلب فيكو ليل ونهار دخلنا في عصر الانهيار بواري علي بقلبها دمار عملنا رصة بحروية واسمع من اخر الاخبار يا فرادي شمال تمام طعيا احنا العتاولة اسياد المجال اسياد المجال واساسي افعل مش رغي كلام هتهب عليك تعلن اعتزال احنا مضبط بنهد جبال بالمنع فاضي للاحتفال وسيب الحكم للاعمال بشوات طلعنا يا اجيال واتلك مننا من زمان عملنا مرهم للحرقان عملنا مرهم للحرقان تكسير تحديد لبس الضرافير الواقع طالب بالتغيير سيبنا الساحة خمسة ورجعنا شغل جديد عامل تفجير شغل جديد عامل تفجير اصواتكم ضرة للتدخين افكاركم بتدور بالبنزين انتوا بهايم مش فاهمين اخركم مستشفى المجانين اخركم مستشفى المجانين كلام الشقاوي حرق الفاشلين صعوب عليا هاتلو مناديل دستور منقول من الدكتور اللي اتحكت بقى المشهور مجهول بيبحث عن الزهور تاني اكتناكة واد مغرور طلع في مجالي زي الخمور قصفنا جبل وعرض وطول كتكوت غرق وسط البحور رد على بر طلع مبلول نرض نرضى عن مكسور تعظيم سلام لارض النسور البحيره بلدنا منهور البحيره بلدنا منهور فالحلي بس في التصوير مفكر نفسه من المشاهير سفروت هالفوت وكسر جبهه هتشوفنا في اي حته كتير المزيكا ما بتوقفش والابداع ده ما بيخلصش انتوا في سكه واحنا في سكه انتوا يلا تلاميذ على الدكه انتوا يلا تلاميذ على الدكه مهما التلاميذ راح تعلى قدام اساتذتها بتغرس اللي جاي فيه لسوع اللي جاي هيعجبكوا اللي جاي فيه لسوع الروضه دي كيان بتلسوع العالمين فيه لسوع اسلام فيجو فيه لسوع الفضائية فيه لسوع حمو كاريكا فيه لسوع احمد ايكا فيه لسوع ميد ابو العين فيه لسوع السيد تايسو فيه لسوع فركش بس اتحركوا اطلع خالي يلا بص مش تشعل